كريستيانو كان بيلعب في سبورتينج، هو عنده 18 سنه. انا هناك يعني الحمد لله كنت يعني صبري هناك في بنفيكا حاجه الحمد لله حاجه كويسه جدا، وكنت مميز. كان في ماتش ديربي بين بنفيكا وسبورتينج، كان ملعب الالفالادو في ملعب سبورتينج. كان ساعتها كريستيانو رونالدو كان ايه عنده 18 سنه، وكان احسن ناشئ مع المنتخب الاولمبي، هو مميز جدا واحسن ناشئ في البرتغال كلها. والماتش ده سبورتينج بقالهم 18 سنه ما خدوش الدوري، وكان فاضل ماتشين على ايه على نهايه الدوري، ماتش بنفيكا لا سبورتينج لعب بنفيكا ولعب ماتش تاني، واللي بينافس على الدوري ساعتها احنا كنا بره المسابقه، يعني كان بينافس الناحيه الثانيه كان بورتو. والماتش ده يعني لو كسب الماتش ده خلاص خد الدوري وبس، وهم ايه احتفالات والحاجات دي كلها. وكريستيانو بقى قاعد بره بقى، ساعتها كان صغير زي ما قلت لك. الماتش ده الحمد لله رحت ايه نازل، كنت انا ساعتها ما كنتش بادئ المباراه، كان ساعتها كان قبل الماتش ده ساعتها لعبنا ماتش هناك، كنت اصبت وكان انكر رجلي كله ايه وارم وبتاع. طبعا كان يوب هانكس قال لا لازم تبقى موجود، لازم تبقى موجود. جه فاول في اخر خمس دقايق، انا هناك مميز، انا بشوط الفاولات كلها، ضربات جزاء فاولات بشوطها. بس رحت حاطط ايه، وكان بيدر شمايكل واقف جون. كان في تحديات كمان قبليها بان مع بيدر شمايكل، قبل ما اجيب الجون كان في تحدي انا وهو. كان هو قاعد كان ساكن جنبي في مدينه كده في بره لشبونه على المحيط، وقابلنا بعض احنا بنتعشى، قلت له انا هجيب الجون بس، وقال لي لو جبت الجون كل كان هم طبعا ايه احنا بنقعد على طول هناك، قال انا كل اللي يكسب يعزم الناس دي كلها. قلت له انا اجيب الجون، كان في تحديات يعني. قلت له واخد منك ليه الجوان دي بتاعك؟ قال لي طب انت لو انا كسبت، انا قلت له انا تشيل التيشيرت بتاعي زي ما بقول لك كده، انا بايس الكوره. وبعدين انا ببص له كان مركز بقى، واقف بقى وعمال بيعمل الحيطه وانا بصص له كده، قلت يا رب يا رب تخش الجول بس عشان بس. رحت حطيتها بقى جول بقى، مش مصدق. تاني يوم سبورتنج بيعمل ماتش، كان ساعتها مانشستر يونايتد عامل ماتش جاي بايه يلعب ماتش ودي مع ايه مع سبورتنج لشبونه. ساعتها ايه بيلعبوا الناس اللي ايه ما لعبش، وحتى جايين عشان كريستيانو رونالدو. كريستيانو لعب بدع الماتش، عمل ماتش جامد جدا. قاعد بقى ايه ليت بعد الماتش ليت الانترفيو وبتاع الحاجات دي كلها، وبيكلموا مع كريستيانو رونالدو. قالوا له بقى بيسالوا انت نفسك تبقى زي يعني دلوقتي راح مانشستر يونايتد، هتبقى زي نفسك تبقى زي كانتونا او بيكام او نبقى زي فيجو، يعني الثلاثه دول مميزين يعني حاجه يعني حاجه جامده جدا. قال لهم لا 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 لا، يعني اللعبه كلها كبيره جدا، لعيبه مميزه جدا، وجيجز زي جيجز واحد. قال انا بحبهم كلهم، بحبهم بس انا نفسي 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 ابقى زي صبري. صبري ده بالنسبه لي صبري ده فانتاسي، صبري ده سوبر. لما راح مانشستر يونايتد لقيته مميز هناك، لقيته كسر الدنيا بتاع الحاجات دي كلها. سافرت انجلترا قعدت هناك شويه، ببقى ايه يعني يومين ثلاث ايام وارجع بروح اتفرج. رحت على ايه مانشستر يونايتد، وساعتها بقى قابلت هناك كريستيانو رونالدو، قعدت بقى شويه هناك، وقعدت بقى ايه بينا اصحاب جدا، بينا اصدقاء. لما خدنا الاعاره، لما رحت الايه الاعاره بتاعت ايه بتاعت ماريتيمو عشان يلعبوا في كاس الايه كاس الكؤوس الاتحاد الاوروبي. ماريتيمو دي بلد كريستيانو رونالدو، هو من جزيره ماريتيمو من ماديرا. لما رحت هناك كريستيانو رونالدو بقى ايه كلمني مش مصدق، فرحان ان انا رحت هناك مدير، قابلته هناك وقابلت العيله وبينا هناك اصدقاء وبتاع الحاجات دي كلها. منتخب مصر لما لعب منتخب البرتغال، كريستيانو طبعا هو الكابتن بتاع منتخب البرتغال، فتره لما لعبوها في البرتغال مش ماتش كده لما كان مع الكابتن حسن شحاته، بس راح طبعا لف على اللعيبه كلها بتاعت الجهاز الفني والمنتخب، سال عليا قال لهم فين صبري؟